طبعا بالنسبه للحكم اليوم حكم محكمه دستوريه، انا حضرت اليوم المحكمه الدستوريه ولم اتيقن ان راح يكون هناك بطلان لمرسوم الحل. وبالفعل لانه لما ترشحت انتخابات في اول يوم صرحت بان المجلس القادم مبطل على مرسوم الحل، لان مرسوم لما حل مجلس وزراء عين رئيس وزراء وعين وزراء في 2/8 اقسموا عند الامير ولا واطلع كتاب عدم تعاون بحل مجلس الامه ولم يقسم في مجلس الامه. اذا وين عدم تعاون؟ عدم تعاون لازم يكون في احتكاك بينكم الاعضاء، هذا لم يحصل. وبذلك المحكمه الدستوريه بالفعل حكمت ببطلان مرسوم حل مجلس الامه وعوده مجلس 2020. وكذلك احنا اليوم نطبق حكم المحكمه الدستوريه ونتجه الان الى مجلس الامه.